مشاهدينا الكرام، نرحب بكم بهذا اللقاء التلفزيوني مع دولة رئيس الوزراء الدكتور عادل عبد المهدي. أهلا بك دكتور. أهلا بكم. حياك الله. أهلا وسهلا. أيضا يشاركني زملائي كل من سيد عبد السميع عزاوي من قناة الشرقية، ومصطفى مهدي من قناة آسيا، والزميلة سارة بن حيدان وكالة الصحافة الفرنسية. أهلا بكم مرة أخرى دولة الرئيس. أهلا أهلا وسهلا. المواضيع كثيرة وما يطرح في الأروقة السياسية والإعلامية الكثير، وربما هناك من الآن يتحدث وكأننا نحاول أن نختصر كل الأسئلة معا، لكن سأبدأ مع حضرتك من أكثرهم جدلا بالفترة الأخيرة، وهو قراركم بسحب اللواء 30 من سهل نينوى. أثير اللغط الكثير حول هذا القرار، ووصف قراركم بأنه متردد، أصدر القرار ثم تم التراجع عنه، وأيضا التساؤل هل تم بضغوط بالفعل ضغوط سياسية أم هو يندرج ضمن الهيكلة، هيكلة الحشد الشعبي. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا اسمحوا لي، بما أن هذا اللقاء هو آخر لقاء قبل عيد الأضحى المبارك، أن أهنئكم أولا، أهنئ الشعب العراقي، أهنئ الأمة الإسلامية، وخصوصا أهنئ الحجيج في مكة المكرمة، وأدعو من الله سبحانه وتعالى لهم بحج مبرور وسعي مشكور ودم مغفور وأعمال مقبولة إن شاء الله بإذن الله تعالى. والجواب على هذا السؤال، وجيد أن تبدأون به حقيقة، هو دليل أننا بدأنا بتنفيذ الأمر الديواني الذي صدر قبل فترة، وكذلك الرسالة التي تم إعدادها من رئيس هيئة الحشد الشعبي، التي لخصت مجموعة من الخطوات التي قمنا بها. هذا يعبر عن الحراك الموجود سواء في المسألة الأمنية بشكل عام، ومحاولة أن يكون كل السلاح تحت سيطرة الدولة. الجزء الأعظم من الحشد الشعبي حقيقة يرى أن هذه خطوة إيجابية وتنصف كل التضحيات التي قدمها الحشد من شهداء، من جرحى، من معارك قاسية مر بها، وتؤطره في إطار القوات المسلحة وتنصفه وتعطيه الحقوق. نعم، هناك بعض التساؤلات، هناك بعض الإخوة الذين لديهم آراء متخوفة أحياناً بحاجة إلى بعض الوقت لاحتواء هذه الحالة. لا توجد ضغوطات، أي ضغوطات لا توجد، نحن نتصرف على ضوء الواقع الموجود، نحاول أن نتعامل معه بشكل سليم وصحيح، وكل شيء الآن دخل في الانتظام والنظام، وكل السيطرات غير المصرح بها تزال تدريجياً، والقوات المسلحة هي الجهة الوحيدة التي تمسك السيطرات في معظم أرجاء سهل نينوى. لكن دكتور، ربما سأترك الحديث للزميل عبد السميع، لكن بجزئية ربما يعني طرحت كثيرا بالفترة الأخيرة، ولذلك بعض وصف قراركم بأنه متردد، وبعضهم يقول لا، هو لم يكن قرارا وإنما تبليغ شفهي كما تحدثت بعض القيادات الشبكية، وآخر يتحدث عن ربما امتناع بعض الشخصيات في اللواء 30 من الامتثال إلى هذا الأمر. نعم، يعني هذا جزء من حرية الإعلام الموجود، يعني من حق الجميع أن يحلل. نعم. ومن حق الجميع أن يستنتج، ومن حق الجميع أن يقيم الأمور كما يشاء هو. أما نحن فلدينا سياسة ثابتة واضحة موضوعة على الورق أسود على أبيض، وهذه السياسة تطبق بشكل ثابت وأكيد في كل الخطوات، هناك خطوات مدروسة، ومن يريد أن يراقب هذا الأمر بإنصاف سيجد فعلا هناك قرارات فيها رؤية سياسية أساسية، ثم تطبيقات تدريجية تذهب إلى الهدف الذي قررته الأوامر الديوانية الأساسية الأولى. فلا يوجد اضطراب من ناحيتنا، يوجد تطبيق لسياسات يجب أن تكون متدرجة. وفي الأمر الديواني نحن قلنا أن هذا ملف معقد صعب، سيكون هناك تدرج وسنحتاج وقت، لكن لكل وقت عام هناك توقيتات خاصة، نضع شهر، نضع شهرين، نضع 6 أشهر، إلى أن ندخل كل الحالة في سياقات القانون والنظام.
شكرا جزيلا دولة الرئيس. يعني سؤالي أيضا يبقى ضمن إطار الحشد الشعبي. الحكومة قبل أيام بدأت حملة لملاحقة صالات القمار والروليت، واعتقلت شخص سمي فيما بعد في بيان بأنه أحد قادة المافيا. أيضا شهدنا يوم أمس غلق لبعض محلات الخمور في بغداد. السؤال اللي يعني دائما يتبادر إلى الأذهان هو لماذا الحشد الشعبي من قام بهذه المهمة؟ لا، هو الذي قام بالأهمة هو الأمن الوطني، والأمن الوطني يستنجد بقواته الموجودة تحت سيطرته ومن يستطيع القيام بمثل هذه الأعمال. يعني الجهات القادرة القيام بمثل هذه الأعمال، مثلا نحتاج إلى عملية استخباراتية نلجأ إلى الاستخبارات، نحتاج إلى عملية جوية نلجأ إلى القوة الجوية. في بغداد خصوصا، بما أن الأمور ملتبسة وهناك من يتلبس أحيانا لبوس الحشد الشعبي، فتم الاستنجاد ببعض قوى الحشد الشعبي ليس كلها، بالتعاون مع العمليات المشتركة تم تنفيذ مثل هذه الإجراءات. دولة الرئيس عفوا يعني المقاطعة، الحشد الشعبي في تصريح خاص للشرقية أكدوا أنهم من قاموا بالعملية. نعم، هناك جزء من العمليات قام بها الحشد الشعبي. أنا قلت أن من قام بالأمر هو الأمن الوطني، والأمن الوطني تعلمون أن رئيس الحشد الشعبي أيضا، فهناك قوات مشتركة من عدة جهات، العمليات المشتركة، عمليات بغداد، وإضافة لذلك بعض فصائل الحشد الشعبي لحسن تنفيذ الأمر، لأن البعض سيحتج، البعض سيقاوم باسم فصائل معينة أو أسماء معينة، ولكي فعلا ترفع كل الحواجز أمام العملية ويحسن تنفيذ الأمر. تمام، شكرا لك دولة الرئيس. سأبقى في نفس الموضوع ولكن أتناوله بطريقة خارجية. البنتاغون تحذر من خطر عودة نشاط داعش، والسفير الأمريكي يؤكد ضرورة بقاء قوات أمريكية، ويعللان بأن القوات العراقية غير قادرة على الاستمرار والحفاظ على أمن المنطقة، أقصد هنا العراق. يعني على ماذا استندوا شأنهم؟ لكن نحن نعلم جيدا بأن القوات العراقية و بكل صنوفها بما فيهم الحشد الشعبي هم من لقنوا الإرهاب درسا وأعطوا صورة تكاد تكون وردية من جانب وطبحوية من جانب آخر للعالم أجمع. نحن قلنا مرارا أن أمر داعش، المعركة مع داعش ستكون معركة طويلة، لم يقل أحد أن المعركة هي معركة قصيرة، لكن حققنا انتصارات كبيرة على داعش. حقيقة داعش اليوم لا وجود له كجبهات مقاتلة، نعم لديه مفارز تعمل هنا وهناك وبأعداد ليست كبيرة جدا أيضا، يعني بالمقاييس التي كان عليها العراق سابقا. الآن لدينا عمليات، الآن تجري المرحلة الثالثة لإرادة النصر، وإلى حد الآن لم نواجه مقاومات حقيقية من قبل داعش في مناطق توصف كانت من قبل أحياناً وسائل الإعلام، أو توصف أحياناً من قبل جهات أجنبية بأنها مناطق خطرة، المناطق مفتوحة والسكان في وضع حقيقة طبيعي، لا توجد أي ممارسات إرهابية هناك. هناك بعض استغلال عندما تغيب فيها القوى المسلحة، قد يستغل بعض الإرهابيين هذه المناطق للمرور ومحاولة تنفيذ عمليات. التقييمات التي نجريها داخليا، هناك تقييمات مستمرة، يعني في الأسبوع هناك عدة تقييمات، عدة اجتماعات على عدة صعد أمنية نجري التقييمات، أن العمل ضد الإرهاب عمل مستمر وعمل يحقق نتائج كبيرة ويحقق انتصارات كبيرة. لذلك هذا الهدوء الذي تلاحظونه في العراق من شمال إلى جنوب ومن غرب إلى شرق. نعم هذا أكيد. هذا صحيح. كل هذا صحيح. الآن كيف تقدر البنتاغون أو يقدر البنتاغون الأمر؟ كيف تقدر الإدارة الأمريكية الأمر؟ هذا لها هي مصادر المعلومات، ولها هي أيضا خططها واستراتيجياتها وأهدافها أيضا. أعطيك مثال بسيط. اليوم معارك سوريا.
نحن لنا علاقة مباشرة بمعارك سوريا. الكلام عن إمكانية تدخل تركيا شرق الفرات هذا سيؤثر على أوضاعنا الأمنية كما أثرت على أوضاعنا الأمنية معارك الباغوس. آلاف المقاتلين حررت الأرض لكن لم يقضى على الإرهابيين في الباغوس، فآلاف المقاتلين الذين كانوا في الباغوس انتقلوا إلى أماكن أخرى، أعداد كبيرة منهم انتقلت إلى العراق. فعلينا أن نقوم بعمليات حقيقة لصد مثل هذا التسلل، ونحن نقوم به بشكل جيد جدا. Monsieur le Premier ministre, j'aimerais revenir sur cette question du groupe État islamique et de ce qu'il y a après, notamment la question سيد رئيس الوزراء أريد أن أعود إلى موضوع الحشد. Peut-être que des entreprises françaises ou d'autres entreprises étrangères y participeront, mais c'est aussi أيضا هناك مؤسسات فرنسية تعمل. أشياء كثيرة ممكن أن تمر. ربما نعود إلى نوع من الراديكالية في هذا الإطار. هل توجد هناك خطة؟ الثلاثين ألف عراقي الموجودين سيعودون من سوريا؟ شكرا لسؤالك، سأجيب بالعربية. السؤال أن هو قريب من السؤال السابق، ماذا سيحصل بالنسبة إلى المصالح الفرنسية الموجودة أو الأجنبية الموجودة في العراق؟ ما هو مستقبل المعركة ضد الإرهاب؟ ما هو مصير العراقيين النازحين أو العراقيين الموجودين الآن في مخيمات خارج العراق؟ الجواب أيضا يرتبط بالسؤال السابق، وأنا أشرت إلى موضوع سوريا. في سوريا اليوم مثلا في معسكر الهول هناك حوالي 70,000 من عوائل الدواعش وحتى من الدواعش أو من النازحين لأسباب أخرى. فمن بين هؤلاء هناك حوالي 30,000 عراقي، يعني من الأطفال والنساء ومن العوائل، وعدد أقل من ذلك من الرجال. بالطبع نحن العراقيين من واجبنا أن نسترجعهم بعد التدقيق الأمني، تدقيق الهويات. نرسل باستمرار وفود إلى المعسكر لتدقيق هذه الهويات، والعمل ليس سهل، العمل شاق وصعب، لأن عدد كبير منهم ليس لديهم وثائق رسمية تبرهن عن هويتهم، فالعمل صعب. وكلما استطعنا إعادة مجموعة نقوم بذلك، لكن نقوم بذلك بشكل حذر، لأننا لا نريد أن ننقل عدوى داعش إلى داخل العراق. ولاحظنا أن قبل الباغوز مثلا في معسكر الهول كان هناك عدة آلاف، وكانت الأجواء في المعسكر نسبيا هادئة غير داعشية. عندما انتقل عدد كبير من النازحين من الباغوز إلى معسكر الهول اختلف معسكر الهول وأصبح له سمة داعشية أكبر. نحن لا نريد أن ننقل كل هذه المخاطر إلى بلدنا أو حتى إلى معسكرات النازحين لدينا. إما من حيث المصالح والأعمال فنعتقد أن الأجواء جيدة، ونحن نشهد مزيد من الشركات الأجنبية وخصوصاً الشركات الفرنسية تأتي وتعمل في العراق بكل حرية وتتنقل بكل حرية. معظم أو جميع الحاضرين هنا يتذكرون خلال السنوات الماضية كان الانتقال صعب، كانوا يتخذون إجراءات وقائية عالية المستوى. الآن التنقل سهل والإقامات في البلاد سهلة وتجري بشكل ميسور، وبالتالي نحن نوقع الكثير من الاتفاقات والعقود مع المصالح الأجنبية وبالذات مصالح فرنسية، وهذا دليل أن الأمن يعود بشكل أكيد. قد يكون بعض الشيء بطيء، أنا في رأيي سريع، لكن قد يرى الآخرون أنه بطيء، يعود بشكل ثابت وأكيد. أريد أن أعود عن بالنسبة إلى الموجودين في سوريا، هناك نساء وأطفال. أعداد النازحين داخل العراق هبطت بشكل كبير جدا، وستهبط بشكل كبير جدا خلال الفترة القادمة، لأننا نقوم بأعمال إعمار وإصلاح. والآن الإجراءات المتخذة مثلا في سهل نينوى، ومعظم المهاجرين
حقيقة هم من الموصل من سهل نينوى في معظم المناطق، معظم مناطق الذين كانوا مهاجرين من الأنبار، صلاح الدين، ديالى، بغداد أو أي منطقة أخرى، معظمهم قد عاد. الجزء الأكبر هو في نينوى، وعندما تعود الأوضاع طبيعية في نينوى فبالتالي أعداد كبيرة ستعود إلى مناطق سكناها. معظم هذه الأعداد اليوم موجودة في كردستان. دولة الرئيس، نفتح ملف آخر وهو ملف العلاقة ما بين وزين المركز. أنتوا بديتوا بالملف السهل حتى تخلون الملفات الصعبة بالأخير. قد يكون العكس. وبالعادة بالعادة يخلون الملفات الصعبة للأخير، يكون صار إحماء شوية. بالضبط، لكن هو يعني كما وضحت في بداية اللقاء بأنه الكثير يتساءل الآن، وحتى وسائل الإعلام خطابها قد يكون بعضها متشنج عندما يتحدث عن هذا الملف، فتجد بأنه يتصدر اليوم النقاشات. لكن سأتحدث الآن عن العلاقة وملف العلاقة بين المركز والإقليم، وحديث يعني فليكون الكلام بهذه العبارة. يقال بأنه بزمن الدكتور عادل عبد المهدي الإقليم يعيش فترة دلال وربيع دائم، والرواتب تصل إلى الإقليم دون واردات، وحديث طويل. ربما إذا فتحنا ملفاتها سنتحدث بالكثير، لكن أنا أتحدث بمختصر. كيف هي العلاقة الآن بين المركز والإقليم من جهة، ومعضلة الرواتب والواردات أين وصلت؟ يعني شيء جيد أن جزء من شعبنا يعيش في حالة جيدة، شرط أن لا يكون ذلك على حساب أجزاء أخرى. احنا نريد أن كل الأجزاء الغربية والجنوبية والشمالية وفي كردستان أن تعيش بشكل وردي وجميل، فهذا وصف نقبله. على أن لا يكون الجانب الذي يقال بأنه السيد عادل عبد المهدي يميل إلى الإقليم على حساب المحافظات الأخرى. هذا غير صحيح حقيقة، هذا كلام لا يوجد له برهان، لا واقعي، لا رقمي، لا تاريخي، لا شيء. الدفاع عن حقوق شعبنا، كل شعبنا، هو الأساس سابقا وحاليا. عندما كان القتال من كردستان يؤدي بحياة الفرد دفاعا عن الجنوب والوسط، لم يكن يقال مثل هذا الكلام، كان يقال بشكل آخر. فالدفاع عن حقوق شعبنا أينما كنا مع أي طرف من أطراف شعبنا هو المبدأ. لا يوجد من ناحية الإنصاف والعدالة بقدر ما يتعلق بتطبيق القوانين خلل معين في هذا الموضوع. نحن نطبق بدقة قانون الموازنة الذي يقول بأن إذا لم يسدد الإقليم 250,000 برميل فيجب أن يقتطع منه هذه الحصة وما يعادله من أموال، ونحن نقوم بذلك. لكن لا نقوم بذلك بقطع أرزاق الناس، لا نقوم بذلك بقطع رواتب الناس. هذه رواتب وأرزاق مواطنين عراقيين، إلا إذا كان من يوجه لنا الانتقاد يعتقد أن كردستان انفصلت وهي دولة أخرى. فنحن ندفع لمواطنين عراقيين ونقتطع عن مصالح أخرى، نقتطع عن مصالح أخرى، لأن الإقليم يستطيع بالمبلغ، وإن كان هذا خلل خلاف، نحن نختلف مع الإقليم في هذا الموضوع، هذا موقف غير دستوري نعترض عليه. فنقتطع من بقية الموازنة المخصص للإقليم ما يعادل 250,000 برميل. نعم ستقولون لكن الإقليم يصدر أكثر من 250. بالضبط، هذه إشكالية. هذه إشكالية تحتاج إلى حل. هذه إشكالية لم تتعلق بها الموازنة، لم تتطرق لها الموازنة. هذا يحتاج إلى بحث وحوار مع الإقليم في تسليم كافة الصادرات النفطية كما تعتقد الحكومة الاتحادية للإقليم وجهة نظر أخرى يحاور بها، أيضا يستند إلى الدستور ويستند إلى السنوات الماضية التي حرم منها وعدم التزام حكومة. وبالآخر هذا نقاش عقلاء ونقاش حسابات واضحة. تم إجراء مفاوضات في 2013 حسب ما أتذكر في أيلول، إذا لم تكن الذاكرة يعني تخون، تم إجراء مباحثات وتوقيع محضر جلسة بين الحكومة الاتحادية وبين الإقليم لتسوية هذا الملف، ووصلوا إلى بعض الخطوات لكن لم تطبق. فعدنا من جديد إلى نفس النفق السابق الذي تسبب به عدم إقرار قانون النفط والغاز، عدم إقرار توزيع الموارد
المالية، فبقي كل طرف يفسر الدستور بتفسيرات خاصة به دون أن نصل إلى نتيجة. إذن هذا الشق الثاني بحاجة إلى حوار ووصول اتفاق بين مكونات الشعب العراقي كما أراد الدستور، لكن نحن الآن نطبق قانون الموازنة بقدر ما نستطيع من دقة. الآن قد تكون هناك حجة ثالثة لكي أسد الأبواب على مثل هذه النقاشات، يقول لكن ما تأخذونه أقل أو أكثر، قد يكون نحن لا نحسب برميل ببرميل، هناك موازنة سنوية هناك موازنة سنوية تجري، يجب أن نصل في نهاية العام إلى شيء قريب من تطبيق القانون. إذا بقي هناك فارق معين للحكومة الاتحادية أو للإقليم يسوى كما تسوى مع أي دائرة مالية موجودة في العراق، سواء كان مع المحافظات فيما يخص مثلا البترودولار أو فيما يخص المخصصات إلى آخره. دولة الرئيس، في موضوع آخر، موضوع المجلس الأعلى لمكافحة الفساد الذي استحدث بعد يعني تولي حضرتك للمنصب، يعني الحديث تدور بشكل كبير حول هذا المجلس. هنالك من يقول أن المجلس يطالب أي متقدم بملف أو بملف فساد بدلائل أو دلائل ثبوتية. هنا يعني العراقيين يمكن كلهم يعرفون منو رؤوس الفساد، منو الفاسد ومنو النزيه. يعني نسأل سؤال، هل الحكومة بين قوسين غير قادرة على ضرب رؤوس الفساد من خلال المجلس الأعلى لمكافحة الفساد؟ لا، ليش تفسرها الشكل؟ ليش ما تفسرها بطريقة أخرى؟ لما جنابك تقول كل العراقيين يعرفون من هم رؤوس الفساد، أنا أطلب من القناة التي تمثلها أن تكشف من هي رؤوس الفساد هذه، لكن أن تقدم الوثائق والبراهين على من تكون رؤوس الفساد هذا حتى يقوم مجلس الفساد بواجبه إزاء هؤلاء. لأن الكلام حول الفساد فيه كثير من الاعتباطية، وفيه كثير من الاتهامات، وفيه كثير من النقل عن مصادر غير موثوقة وتقديمها إلى المشاهدين كمصادر موثوقة، ثم يبرهن لاحقا أنها لم تكن موثوقة تماما. فإذا كنا جميعا، كل العراقيين كما تفضلتم، يعرفون من هم رؤوس الفساد، لنكشف هذه الأسماء. طيب، لذلك نحن ما نقول ما عنده دليل ملموس دولة الرئيس. طيب، هاي مثل أي جريمة راح نستمر بهاي الضبابية؟ يعني ما معنى، لا يعني هل أنت تقترح علي أن أذهب وأضرب عشوائيا؟ لا طبعا. طيب إذن لا تقترح علي أن أذهب وأضرب عشوائيا. نعم، تقترح علي أن أذهب وهناك متهمين يتهمون، يجب أن تقدم الدلائل، يجب أن تقدم الوثائق. حتى إذا لم تقدم الوثائق، حتى إذا لم تقدم الوثائق، في مجلس مكافحة الفساد هناك سياقات من يجري عنه حديث كبير، حتى لو لم توجه له تهمة، مجلس مكافحة الفساد يقوم بالتحقيق، لكن لا يقوم بالتحقيق عبر التشهير وعبر الاتهام الباطل، وإنما يقوم بتحرير كتوم يحاول أن يحفظ هيبة الناس واحترام الناس وهيبة القانون. فبالتالي المعادلة بسيطة جدا، من يتهم ويورد أسماء عليه أن يقدم دلائل، وإلا الجميع يصبح يتهم. لذلك طرحت مسألة الكل فاسدين، الكل حرامية، الكل. فهذا طريق خاطئ، هذا طريق حقيقة من يشيعه هم المفسدين، لأن يغطون نفسهم أن الكل فاسد، فبالتالي هو يضيع وسط الجمع. إحنا علينا أن نفرز. لذلك نقول للذين يوجهون اتهامات، قدموا الوثائق، لكن إذا ما تقدم الوثائق، مجرد أن تتهم أشخاص، وهي السمعة، هاي السمعة وبها اعتبارات مادية ومعنوية، فعليك أن تقدم، وإذا ما تقدم ترتد عليك المسألة. وهذا حتى نضبط الحالة ونفرز بين حالات الفساد وحالات الاتهامات الباطلة. طيب، ونحن جميعا ممكن أن توجه اتهامات بهذا الشكل، يقينا سنشعر بعدم العدالة إذا كان مجرد توجيه الاتهام هو إدانة بحد ذاته، وهذا غير مقبول. طيب دولة الرئيس، حتى لا أخذ من وقت زميلي، يعني نأخذ فكرة بسيطة عن صلاحيات المجلس الأعلى لمكافحة الفساد. هل بإمكانه
يعني تحويل الملفات للقضاء، إصدار مذكرات ضمن هذا الإطار، يعني بالتحديد. أخي الكريم، ما هو مجلس مكافحة الفساد؟ أولا هو موجود قبل مجيئنا، يعني كان مقر بأمر ديواني قبل مجيئنا. احنا الذي فعلناه، الذي عملناه تفعيل هذا المجلس. نحن لا يوجد لدينا شيء خارج السلطات والهيئات الممثلة في المجلس. ما ممثل في المجلس هو النزاهة، ديوان الرقابة المالية، المدعي العام، القضاء، المفتشين العامين. تمام. فذولا عندما يجتمعون وجه إلى وجه، فالقضايا تأخذ بعد مباشر وصريح، وبدل كتابنا وكتابكم طول سنوات وأشهر تطرح المسائل مباشرة. لدينا ملف لدى المفتشين، ممكن النزاهة تدخل رأسا وتدقق، تقول هذا ملف دسم، هذا ملف مصطنع، هذا ملف وسط، لا داعي أن نشغل أنفسنا به كثيرا، لأن القضايا الكبرى هي الأساسية، وكذلك الادعاء العام، كذلك القضاء. فهذه الهيئات كلها لها قوانين وكلها تعمل وفق سياقات، تجتمع كلها في مجلس مكافحة الفساد لحقيقة توفير الفعالية والسرعة في ضرب الفساد. وقمنا بخطوات مهمة في الفساد حقيقة، وتكلمنا عن ملفات، يعني أكثر من 40 ملف، 41 ملف نحن نعمل على ملف. مثلا النفط الأسود الآن توقف وعاد إلى سومو. كان يباع برميل النفط الأسود بحوالي 29-30 دولار للبرميل، وكما ذكرنا في مواقع أخرى هذا نفط حقيقي، هذا ليس نفط أسود، يعني هذا أعلى في درجة النوعية مالته من نفط فنزويلا مثلا. كنا نبيعه كأنما هو نفط أسود يباع 29 دولار، بينما سعره الحقيقي في الأسواق مثلا 50 دولار. فتوقفت عملية تهريب وعملية غش واسعة تكلف العراق حسب تقديرنا ما لا يقل عن 500 مليون دولار. لولا وجود كافة الأطراف هاي ما كان بالإمكان التوصل بسرعة إلى مثل هذه النتائج. تمام. طيب دولة الرئيس، دعني أستثمر وجودي أمامك وأتخيل نفسي صاحب مشروع كبير يحتاج إلى دعم حكومي، والحكومة اليوم تتكلم عن المنتج المحلي ودعم المنتج المحلي. ما هي التطمينات التي سيقدمها لدولة رئيس الحكومة وأنا صاحب هذا المشروع، ولا يحرق محصولي أو لا يتعرض لوباء كما حدث بالأمس في مثلا الديوانية، وأنا يعني أقبل على أن أستثمر أموالي في بلدي، وكل أمل بأنني سأربح وسأرفد البلد بأموال ومنتوج محلي يخدم الجميع. يعني الجواب على هذا السؤال يعني في عدة اتجاهات. الاتجاه الأول، هناك اليوم يعني رجال أعمال ومستثمرين يعرفون وضع العراق، يعني يعرفون من أين يدخلون وكيف يستثمرون، ومعدلات الربح لديهم جيدة، معدلات الربح في هذه المجالات جيدة، وتلاحظون يعني هناك موجة من النشاطات تلقى رواج معين، الآن تأسيس مول، الآن بناء فندق، سوق مهم، الآن سوق مهم، مثلا مطاعم، بعض المصانع، حركة الدواجن اليوم. تفضلتم مثلا عن الحبوب، لدينا اليوم إنتاج عظيم في أكيد. الحبوب 4,600,000، كل استلم حقه واستلم مبالغ جيدة في هذا المجال. فهذا الجانب نضعه على جنب. لكن تسأل رئيس الوزراء ما هي الضمانات؟ أنا ممكن أعطيك ضمانات، لكن هل كل مؤسسات الدولة تعطي ضمانات؟ هل كل المركبات الحاملة للدولة من أحزاب سياسية، من قوى برلمانية، من قوى مجتمعية تعطيك الضمانات، من قوى عشائرية تعطيك الضمانات؟ نحن إذا كنا نريد أن نتشارك ونتعاون في المسؤوليات يجب أن نضع كل الأمور في نصاباتها، لا نحمل شخص أو جهة واحدة كل مسؤولية الوضع. مثلا نتكلم عن الاقتصاد، نحمل كل الوضع الاقتصادي
لطرف واحد، ماذا يستطيع رئيس الوزراء أن يعطيك من ضمانات؟ بقدر تعلق الأمر برئيس الوزراء ممكن أن يعطيك كل الضمانات القانونية، التشريعية، الأمنية، التسهيلات المصرفية، لكن أنا ألاحظ وأنا رئيس وزراء أنا ألاحظ الأمر عندما يخرج من مكتبك يبدأ يأخذ أبعاد أخرى جديدة، وحتى إذا خرج من دوائر الدولة وذهب إلى دوائر التطبيق في المجتمع أيضا يأخذ أبعاد أخرى. فهذا هو الجانب الثاني الذي أحب أن أشير إليه لكي فعلا نقدر أوضاعنا جميعا كعراقيين، أن المسؤولية مسؤولية عامة ومشتركة وعلى الجميع، وخصوصا الإعلام. يعني الإعلام يستطيع اليوم أن يساعد عملية الاستثمار بما يشيع من أشياء مثلا متفائلة مطمئنة في حصاد الحبوب. نحن حصدنا أكثر من 12 مليون دونم، ما لدينا من إحصاءات أن هناك حرائق بـ30 ألف دونم. ما هي نسبة 30 ألف دونم إلى 12 مليون دونم؟ ما هي النسبة؟ أقل من نصف 1%. لكن الإعلام ماذا يركز؟ يركز على هذه الحرائق. هذا يخيف، هاي مسؤولية الإعلام أن ينشر الصورة الإيجابية. هناك قصص نجاح، هناك قصص نجاح في البلد. طير بالطيارة وروح من بغداد إلى البصرة وشوف مزارع الشلب اليوم إيش قد مزروعة. زين، قصص نجاح. الإعلام لا يريد قصص هادئة، الإعلام يريد قصص مثيرة. الإعلام لا يقول أن 1000 طيارة تصل إلى مقصدها، الإعلام يركز أن طيارة واحدة أصابها العطل فيركز عليها. هاي مهمة الإعلام، ندرك هذا الشيء، لكن هذا جانب أعطوه ساعتين، أعطوه 3 ساعات. القصص الناجحة أعطوها 4 ساعات، إما 0 ساعة. معناته هذا الإعلام موجه توجيه غير صحيح، يتكلم يعني كلام حق يراد به شيء آخر، حتى لا أقول باطل. Monsieur le Premier ministre, je vais vous poser une question qui intéresse les Français. أطرح لك سؤال يعني الفرنسيين. Très bien. Discussion là. تفهمين جيدا الدردشة. Il y a actuellement 14 Français qui sont condamnés en arrêt. في 14 فرنسي محكومين بالإعدام. J'aimerais savoir si vous êtes en lien avec Paris au sujet de ces 14 personnes. هل تنسيق مع باريس بهذا الصدد؟ Que plus de Français pourraient arriver de Syrie, des gens de. هناك عدد من الفرنساويين من سوريا ممكن أن يوصلوا إلى العراق. نعم. هل هناك شيء في هذا الجانب؟ أثيرت ضجة كبيرة في هذا الموضوع. ونحن لكي الرأي العام يكون يعني نكون شفافين أمام الرأي العام. نحن لم نعطي وعد لأي دولة بأن نخفض أحكام الإعدام. أحكام الإعدام أحكام قانونية قضائية كما هو شأن عدد كبير من دول العالم، لكن أوروبا اتخذت قرار بإلغاء أحكام الإعدام وهذا أمر يهمها، ونحن نقدر هذا الشيء، نحترم هذا الشيء نقدره، لكن لدينا خلاف. يبحث هذا الأمر بيننا باستمرار وبشكل متواصل. هم حريصون على مصالحهم ومصالح مواطنيهم، ونحن أيضا حريصون على قوانيننا ومصالحنا ومصالح مواطنينا. فهناك جدل ونقاش. الجانب القضائي الذي نحن نسترشد به في هذه المسألة لم يجز للدولة العراقية إعفاء أحد من هذا الأمر. هناك نقاشات، هناك أبحاث، ينقلون مكان آخر، يبقون هنا، يقضون فترة في السجن إلى آخره. هناك أبحاث، لكن كل ما موجود هو بالشكل الذي ذكرته. نحن ملتزمون بتنفيذ قوانين العراق إلى حد هذه اللحظة، ولا توجد إجراءات تغييرها الآن. فالجانب الأوروبي ومنهم الجانب الفرنسي يريد أن يسمع من الجانب العراقي أشياء أخرى. هناك أخذ ورد بين الطرفين. هناك إمكانية أن عدد من الفرنسيين يحاكمون في العراق؟ ممكن. تكلمنا أن أوضاع سوريا مثلا تؤثر علينا كثيرا، أي وضع في المنطقة يؤثر على العراق كثيرا. هناك ممكن للبعض أن يأتي إلى العراق، أن نلقي القبض عليه في العراق أو أي طريقة أخرى. الأوضاع الإقليمية أوضاع ساخنة ومتحركة، ونحن نجاريها، نحن نعيش معها، لا نعيش في جزيرة معزولة خارجها. طيب، دولة الرئيس
قبل قليل تحدثت عن ما يصطلح أن التهويل الإعلامي وربما التركيز على السلبيات، ونحن بحاجة في مرحلة معينة نحتاج إلى بث إيجابية على الأقل حتى نخرج المواطن من السلبية التي عاشها أثر الحروب والتفاصيل الأخرى. لكن يعني إذا تحدثنا بهذا الجانب فثمة تفاصيل كثيرة، مثلا حضرتك ذكرت أنه بعض الوسائل الإعلامية ربما لديها غايات أخرى، ونحن نعلم بالعراق وربما حتى في العالم لا توجد وسيلة إعلام مستقلة تماما. إذا هذه الوسائل لا نعتمد عليها ببث الإيجابية مثلا أو التحدث عن إنجازات الحكومات مثلا على سبيل المثال، لكن نعتمد على الإعلام الحكومي، هذا لا يؤشر بأنه ثمة ضعف أيضا لدى الإعلام الحكومي في بث هذه الصورة؟ يعني لا نعتمد على هذه الوسائل فنتحدث عن وسائل إعلامنا. نعم، أيضا هناك يعني شقان في هذا الأمر، تقوية الإعلام الحكومي أو إعلام الدولة كما أسميه أنا وليس الإعلام الحكومي. نعم. لأن الإعلام الحكومي تحول في فترة معينة إلى إعلام شخصي ترويج للشخص، وهذا ما حاولنا أن نرفضه، لذلك بدأ بعض إعلامنا ضعيف في هذا الجانب. هو ليس ضعف بقدر ما هو تحوط أن لا نحول وسائل قوية بأيدينا إلى شيء شخصي. فنحن نريد تقوية إعلام الدولة وواجبنا تقوية إعلام الدولة، وهذا سياق يجب العمل عليه. تقوية إعلام كما تدركون وأنتم أدرك مني في هذا الموضوع ليس أمر يعطى، وإنما كوادر ووسائل فنية وتهيئة أجواء كاملة مناسبة حتى يكون الإعلام مقتدر وخصوصا حر. إذا لم يكن الإعلام حر من الصعب جدا أن يكون إعلام مؤثر وقوي. هذا الجانب. لكن الجانب الآخر، للحرية ثمن، وثمن الحرية أن الإنسان يسمع كثير من الإعلام المخالف له، وهذا أمر جيد نحن نرحب به. لذلك في بداية لقاءاتنا الإعلامية ونحن تغيبنا عن الإعلام لفترات طويلة جدا، لم نذهب إلى الإعلام الحكومي لنقدم مناهجنا، برامجنا، موضوعاتنا، بالعكس اتجهنا إلى تعددية الإعلام ووجود عدة أطراف تختلف فيما بينها وتختلف حتى مع الحكومة، لكي نكون كما ذكرت أكثر شفافية مع مجتمعنا ومع شعبنا. فبالتالي أمر طبيعي أن يكون هناك تعددية تختلف فيما بينها، أن تكون هناك أجندات. وأنا أتفق معك تماما أن لا يوجد إعلام مستقل بمعنى مستقل نهائيا، مستقل تماما لا يوجد. حتى الناشنال جيوغرافي همينا ممكن أن تكون وراء توجهات معينة، حتى أفلام ديزني لاند وغيره. لا يوجد إعلام بريء بمعنى بريء بدون خلفيات أو فلسفة معينة أو هدفية معينة. طيب. لا يوجد هذا الشيء. لذلك نحن نرحب بهذا الجو، لكن كما نتكلم عن الحكومة، كما نتكلم عن شخوصنا، علينا أن نتطور مع المرحلة. طيب. عندما كنا في مرحلة الاحتلال شيء، عندما أصبحنا في مرحلة محاربة داعش شيء، عندما نصبح في مرحلة الاستثمار واستقبال رؤوس الأموال والأجانب والشعب يريد أن ينطلق في الخدمات، يجب أن يكون الإعلام أيضا مواكب وشيء آخر. طيب دولة الرئيس في هذه الجزئية إذا تحدثنا بها، واليوم دولة الرئيس يخاطب الشعب العراقي عموما، بالتأكيد ما يسمع من رئيس مجلس الوزراء غير الأطراف الأخرى، غير الإعلام حتى وإن كان مؤثرا، يبقى التأثير لرئيس مجلس الوزراء على اعتبار هو يقود الحكومة الآن، والمواطن يبحث مثلا عن إنجازات، ماذا قدمت حكومة السيد عادل عبد المهدي حتى الآن وهي تسير في، ربما بعضهم يتحدث عن تخبطات، أبرزها التغيير الوزاري الذي سيكون، هناك حديث عن تغيير وزاري، ويتساءل شنو الداعي لهذا التغيير الوزاري، هو إخفاق لاختيار خاطئ من البداية أم ضغوط سياسية؟ أنا كيف أجيب على افتراضات يضعها الغير؟ يعني إلى حد الآن لم نطرح في داخل الوزارة التغيير الوزاري. الفضائيات وضعت تصورات، سيناريوهات عن تغييرات وزارية، هي وضعت المسألة وهي تحاول أن تجيب عليها. مو بس الفضائيات دكتور، عفوا، يعني بعض النواب صدرت منهم هاي التصريحات. طيب النواب مو حكومة، النواب سلطة تشريعية وسلطة رقابية. تمام. لا شك، نحن ذكرنا حتى في الخطاب ثقة، تصويت بالثقة، قلنا إذا وجدنا أن هناك أداءات
أو هناك وزارات، لأن أشيع في وقتها أن بعض الوزارات بيعت، قلنا سنجري تغيير، لن نتردد في إجراء تغيير، لكن التفكير بشيء ووضعه على البساط والتطبيق شيء آخر. الإنسان يفكر في كل ليلة، يفكر بملايين الأشياء، لكن ما يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار هو ما يضعه من برنامج عملي حقيقي. إلى حد دولة الآن الرئيس والتساؤل لحضرتك يقول يعني أولا علي أن أكمل تشكيل الوزارة. أنا مثلا جاءني اقتراح من لجنة وزارة التربية في البرلمان، قالت إلى حد الآن اللجنة لم يعين مثلا وزير إلى وزيرة إلى التربية إلى هذا الوقت. طيب أنا قدمت 5-6 أسماء إلى البرلمان رفضت. يعني في الأخير البرلمان فيه كتل سياسية توافق وترفض، ما علي غير أن أقدم، إذا قدمت 5 علي أن أقدم 6. وأنا من على هذا المنبر أدعو اللجنة البرلمانية إذا كان لديها أسماء مرشحين من الموصل، زين، لأن نريد امرأة من نينوى من الموصل، إذا كان لديها أسماء مرشحين ليتقدموا ب3 أسماء ونختار واحدة، بس عليهم أن يضمنوا التصويت، لأن الناس غير مستعدة يوميا أن تذهب إلى البرلمان وبسبب خلافات بين الكتل البرلمانية يسقطون في التصويت. فقسم من المرشحات ينسحبنا. فإذا كانت اللجنة لجنة التربية في مجلس النواب تستطيع أن تقدم أسماء ممكن أن يمررنا في البرلمان، أنا مستعد أن أقبل هذه الأسماء، أختار من نراه الأنسب ونقدمه إلى البرلمان حتى ننتهي من التشكيلة الحكومية. فبالتالي ماذا قدمت الحكومة؟ الحكومة قدمت منهاج عن إنجازاتها خلال 6 أشهر الأولى، وهذا منهاج تفصيلي فيه كل المواقع، ماذا تقدم ماذا لم يتقدم إلى آخره. قابله تشكيك من قبل كتل المعارضة، وهذا جيد عظيم أن يقابل تشكيك. إحنا نريد أن نسوي تشيك أند بالانس، إحنا نريد أن نسوي عمل وتدقيق، لا بأس. والتدقيق وهذا التشكيك أيضا فيه تشكيك من جانب الحكومة، لا إشكال، هنا ينتصر منطق العقل وتنتصر الحجة الرقمية والحجة الوزنية، وليس الكلام الانطباعي العام والله هذا فشل هذا نجح بدون معايير معينة. نركض 100 متر ليوصل للخيط الأول هو الأول، هذا يقول هذا أسرع هذا أبطأ، أكو مقياس في اعتبار من كان الأول من كان الثاني من كان الثالث. فإذا نحن أمام عملية عقلائية تجري وتبني نفسها بشكل صحيح. هذا المنهاج حدد في كل وزارة في كل دائرة في كل شعبة في كل قسم نسب الإنجاز، وهي نسب طموحة. عندما يشكك البعض، طيب هل حسب مثلا حتى إذا التشكيك حتى إذا قبلنا بالتشكيك، هل حسب أن الموازنة أقرت في الشهر الأول؟ هل حسب أنها لم تنطلق إلا في الشهر الرابع؟ هل حسب أن الموازنة الاستثماري لم تنطلق إلا قبل أيام؟ هذه أمور يعيشها العراق يعني بشكل متواصل، علينا أن نعيد بناءاتها. لذلك نحن توجهنا إلى ميزانية المشاريع والأداء، وتوجهنا إلى أن نقدم الحسابات الختامية إلى مجلس النواب حتى ننتهي من هذا المسلسل لإلقاء المسؤوليات بعضنا على البعض الآخر. فنحن نحاول أن نبني حالة إيجابية جدا. إما الإنجازات فملموسة، لما أقول اليوم أن نحن زرعنا أكثر من 12 مليون دونم، والكل كان يتكلم عن خراب الزراعة، والكل كان يتكلم أن الزراعة تحتاج إلى مليارات الدولارات، والكل كان يتكلم أن لن تنهض الزراعة. ليش نهضت هالسنة؟ بس لأن أمطار أكو. كم مرة غرقت بغداد بالأمطار؟ مش مصر عندنا. طيب وأنا من ضمن هذه البيئة الجغرافية ربما أخذت أنا أخذ وقت حتى أشرح ما هذه الجزئية. دولة الرئيس بعضهم يقول، وأنا أقل لك تساؤلات سواء من مراقبين للشأن السياسي أو سياسيين أو بعض الكتل المعارضة لحضرتك ولحكومتك الآن، وإحنا نشهد اليوم عندنا معارضة وصارت بالشكل الصريح، بالمقابل ثمة من يراقب وجمهور شعب، وبعضهم يعني أسس هذه الفكرة وأطلقها للشارع بأنه وين الإنجازات، والسيد عادل عبد المهدي أكبر إنجاز إلا هو رفع للصبات مو أكثر من ذلك. لهذا بهذا المنطلق لما سقطت جدار برلين إش كان يعني همين الصبات وقعت، معادلة كاملة تغيرت، معادلة كاملة عبرت عن نفسها وتغيرت.
صبات هي صبات هيك حجر موجود ببعد طائفي ببعد أمني ببعد اقتصادي ببعد مروري ببعد نفسي ببعد عائلي، هذا كله يجب أن هي صبات وانشالت. سوينا بالصبات سوينا سايلوات استوعبت 1,100,000 طن حنطة، هذا مو إنجاز؟ اليوم ما مزروع عندنا من شلب 660,000 دونم شلب، العام الماضي 50,000 دونم شلب، هذا مو إنجاز؟ اليوم ما عندنا مزروع من ذرة بيضاء 800,000 دونم، ما مزروع من ذرة صفراء 800,000 دونم، ما كان عندنا 100 أو 200,000 دونم من كل نوع من الذرة، كل إنجازات حقيقية على الأرض فيها ملايين العاملين. لكن بعض الناس العايشين في مدن أو عايشين في مناطق نخبوية ما يروح يشوف حياة الفائدة اللي البعض يجنيها من مثل، وأنا يعني أنا راضي عن هذا الوضع لا، بس أقول هاي مقدمات. عندما الآن نجحنا في إعادة الزراعة إلى نشاطها هذا إنجاز كبير في العراق. إذا نقدر نعمل مثله بالصناعة نكون أنجزنا فرد مهمة خطيرة ما حد كان يحلم بها. طيب يعني دكتورة أنا بس أحب أعرج على كلام زميلتي استبتول، يعني هنالك بعض الملفات ما تزال يعني الناس تشكو من تعثرها. يعني مثلا لو نأخذ على سبيل المثال ملف الكهرباء، مع ما تطور فيه لا يزال خط جوه مع ما تطور فيه. شلون تطور هذا المعام؟ أنا أعرف أكو افتتاح محطات، أعرف أكو زيادة بالطاقة التوليدية، لكن لا يزال الكهرباء لا تزال لحد الآن متعثرة، لا تزال هنالك انقطاعات بالتيار الكهربائي. هذا مثلا واحد. المثل الثاني ابنك اللي ولد مشى بأول 6 شهور. لا طبعا. أنت عندك مشكلة متراكمة من 30 سنة في الكهرباء، الفجوة بين الطلب والعرض كبير. نعم. شبكة التوزيع معقدة كما تجد، وإلى مع ذلك تقول رغم ما حصل من متطور في بداية عمر الحكومة، وذكرت موضوع مع ذلك أنه حقق طفرة نوعية في موضوعة الكهرباء. كان يراهن على البصرة، اليوم البصرة تحصل 22 إلى 24 ساعة كهرباء. بغداد نفسها في بداية الصيف كان هناك تعثرات في الكهرباء، كيف حلت بسرعة معينة بتوفير احتياطي كبير من المحولات، هذه كلها لم تكن موجودة، لم نفتتح كثير من المحطات، ماكو. نحن قمنا بصيانات وتشغيل محطات قائمة. الـ84 محطة اللي كانت موجودة لا تزال موجودة، أو 83 محطة كانت قسم كبير من وحداتها عاطلة، قمنا بصيانتها إصلاحها في هذه الفترة 6 أشهر أو 5 أشهر السابقة. فكان عندك ما تتفضل بي، وأنا أشكرك على هذا الشيء، رغم ما تحقق، لأن حتى البعض يرفض هذا الرغم. هذا غير صحيح. في موضوع آخر، موضوع أو ملف النازحين. يعني حضرتك تحدثت في بداية الجلسة الحوارية عن ملف النازحين. الملف المراقب لهذا الملف يؤكد أن هنالك إرادات سياسية في بعض المناطق تمنع عودة النازحين، ولدينا أكثر من شاهد يعني في جرف الصخر، في العوجة، في سيد غريب، في يعني أكثر من منطقة هنالك مناطق لم يعد إليها أهلها لحد الآن. هذا واحد. النقطة الثانية، أحد النواب في لجنة يعني النازحين والمهجرين يؤكد أن هذا الملف هو ملف سياسي يدار من الخارج، وأن الحكومة لم تحقق أي تقدم في هذا الملف. الأهم في الموضوع هو يعني ما الذي قامت به الحكومة وتنوي القيام به لكي يعود النازح إلى داره معززا مكرما. هنالك الكثير من المنازل مدمرة، بنى تحتية مدمرة، كل شيء مدمر في هذه المنازل. ما الذي تنوون القيام به لحل هذه؟ أعتقد تتفق معي الملف يصبح معقد عندما يكون سياسي، يكون سهل عندما يكون تقني أو فني أو حتى مالي. المسألة المالية ممكن تحال، المسألة التقنية ممكن تحال، لوجستيكية ممكن تحال، لكن عندما يكون هناك ملف سياسي كما في كردستان مثلا، في السؤال الخاص بكم، عندما يكون هناك ملف سياسي وهناك تفسيرات مختلفة، هنا تصبح صعوبة في إيجاد الحوار أو في إيجاد الحلول المناسبة لهذا الملف. أنا أتفق معك، هناك رؤى سياسية مختلفة في هذه القضايا. فما نستطيع نحن أن نعمله أولا في تخفيف، وأعتقد نعمل على ذلك بشكل جدي، في تخفيف حدة الحوار السياسي حتى نصل إلى مشتركات في تعريف مثلا. وجربنا مرات عديدة، لا يوجد أحد اليوم من حيث المبدأ يعترض على عودة الجميع إلى مناطق سكنهم، لا يوجد اعتراض نهائي من الجميع، لكن سياسيا يعترضون، يقولون مرات عديدة عاد البعض
وكانوا سبب في التهاب المنطقة من جديد. ففرز هذه القلة التي تحاول أن تخترق عملية العودة وتستفاد أو تستثمرها أو تستظل بها لعودتهم ومعاودة نشاطات إرهابية، هذا موضوع مقلق للجميع، مقلق لأهل المنطقة التي يعودون إليها، مقلق لكل القوى السياسية. بس عفوا دكتور أقاطعك يعني، بس الموضوع طول يعني، أكو ناس صار لهم سنوات في الخيام، صار لهم سنوات في هياكل، صار لهم سنوات يأجر في كردستان وما يقدر يدفع الإيجار، يعني إحنا دهن نلمسها يعني، الموضوع طول. نعم إحنا مع جنابك أنه نفرز الجانب الأمني المسيء انطلعه، لكن مو سنوات يعني. نعم أنا أتفق معك، قلت أن الملف فيه جنب سياسي يجب أن نتحاور لحلها. عاد كثيرون، لا أحد يدعي أن لا أحد لم يعد، عاد كثيرون. هناك إجراءات أيضا معقدة في الجانب الأمني يجب حقيقة تفكيكها للوصول إلى حلول أسرع فيها، يعني التدقيق الأمني الكل يرغب به، حتى العائدون يعني، حتى أهل المنطقة الآن مثلا. خذ أعطيك مثال بسيط، كانت إحدى مناطق الالتهاب عندنا الفلوجة مثلا. اليوم الفلوجة من أهدأ المناطق، فلوجة ليش؟ لأن صارت ترتيبات داخلية مهمة، تم سيطرة أهالي الفلوجة، ليس قوة خارجية. أهالي الفلوجة تمت السيطرة من الداخل، استطعنا فعلا أن نستعيد الاستقرار والأمن في الفلوجة، حتى سوى أسواق شبيه بأسواق المتنبي وإلى آخره. هذا ما نريده في كل مكان في العراق، مهما كان الاسم، جرف الصخر أو أي مكان آخر، نحن نريد هذا الأمر. لكن هذا الأمر لا يصدر بقرار من القائد العام فقط، هناك تدقيق أمني يحصل، أقدر أحيانا التدقيق الأمني يبالغ فيه، أقدر أحيانا التدقيق الأمني يشتغل سياسيا، صحيح ما أقول لا، لكن هذا كله بحاجة إلى حوار واتفاق بين أطراف مختلفة. طيب دولة الرئيس، أنت تعلم الاعتماد على الإيرادات النفطية وحده هو بحد ذاته مجازفة ولو بعد حين. هناك إيرادات أخرى للعراق، وأضرب لك مثلا شركات الهاتف النقال الثلاثة الموجودة والمستحقات المترتبة عليها وطريقة أداها. كيف ستتعاملون مع هذا الملف والملفات الأخرى بما تورده من مدخولات للعراق؟ يعني أظن تقرون معي أن الحكومة هذه ورثت كثير بالتأكيد من الأحمال اللي حقيقة لا يمكن إنجازها، ما أقول في أشهر لكن حتى في سنوات، نحتاج إلى حلول. في موضوع الهاتف النقال هناك خلاف كبير بين دوائر الدولة نفسها حول الإجازة الرابعة، الإجازة حتى الخامسة الآن يتكلمون إلى آخره، وخلاف كبير بين مؤسسات الدولة. عقدنا عشرات الاجتماعات للوصول إلى نتائج نهائية في هذا الموضوع، نقترب من حلول. هذه إيرادات مهمة، أنا أتفق تماما نحتاج إلى إيرادات غير نفطية، والهاتف هو إحدى الموارد اليوم لتعزيز خزينة الدولة وأيضا لتوسيع الشبكة إلى ما هو أكثر مما هي عليه حاليا، ليس فقط في الهاتف النقال، في أمور كثيرة، منافذ حدودية مثلا، منافذ حدودية اللي تحتاج الآن معركة كبيرة، المتاحف والسياحة الداخلية والسياحة الخارجية والسياحة الدينية، الزراعة، الصناعة، الترانزيت الجوي. يعني الآن بسبب الأوضاع الإقليمية العراق يستفاد من مرور الطائرات عبر أجواء ويحصل على موارد أكثر مما كان به سابقا. يعني أوضاع المنطقة يعني أصبحت سبب أن العراق ينتفع بعض الشيء من للترانزيت مثلا. فهناك مجالات واسعة حقيقة أمام العراق يستطيع استثمارها. يعني هل من الممكن أن نذهب إلى حل لهذه الشركات؟ نعم. هذه الشركات يعني حل، يعني أصبح تفكيكها يعني؟ لا مو حلها، حلول، إيجاد حلول لها. نعم حلولها. طبعا أكيد أصبح موضوعها مقلق نعم صحيح للشارع وحتى جدا صحيح، حتى تأسيس عدة مؤسسات مشرفة يعني في السياسات الماضية كلها بحاجة إلى تدقيق، وأحيانا قد تحتاج إلى مراجعة وبناء أشياء. أموال كبيرة تهدر من خلال هذه الشركات. هذا صحيح. يعني الدولة العراقية لم تلد في 24 تشرين الأول،
2018. الدولة العراقية عندها تاريخ طويل، لا نخلي كل الأحمال للدولة العراقية الحالية. نحن هذا صعب. ربما دولة الرئيس ربما لنذكر ببعض الملفات. لا بأس، جيد، أنا ما عندي اعتراض، لكن خلنا نعقلن القضايا ونضعها بشكل صحيح. أحب أن نعود معكم. هل توجد خطة لاستعادة مواجهة الديون؟ لأن الأرقام كبيرة جدا، وهل يمكن استعادتها؟ أنا سبق أن notamment sur les activités économiques de groupes totalement hors de contrôle de l'État. المجاميع اللي تشتغل خارج سلطة الدولة، مجاميع جروبات. أنا سبق أن أجبت على سؤال الفساد. نحن لدينا عشرات الملفات التي تتعلق بالفساد. كل ملف له اسم، المخدرات ملف، تجارة الذهب، مزاد العملة، النفط، المنافذ الحدودية، غسل الأموال مثلاً. ما تم في السؤال الأول عن حملة تشن ضد أماكن غير مرخصة للخمور ولعب القمار وغيرها، غير مرخصة أساساً هي، لكن أهم شيء فيها أنها كانت غرضها غسيل الأموال. غرض عدد كبير من هذه المواقع كان غسيل الأموال، وهذا جزء من محاربة الفساد وجزء من التزامات العراق مع المؤسسات الدولية فيما يخص غسيل الأموال، لأن مع غسيل الأموال لا يمكن حقيقة اكتشاف الجرائم. وفعلا وفيها مخدرات، تعرفون قبل أيام تمت عملية هروب عدد من تجار المخدرات الكبار، وتم الحكم وإصدار أحكام بحق من كان يحرس هذه المواقع. محاربة الفساد كما قلنا ونقول دائما أنه منظومة وليس مجرد أشخاص. الأشخاص هم الأعراض، هم الحمى اللي تظهر على الظاهرة. فنحن أمام منظومة، إذا لم نعالج المنظومة سيكون من الصعب ملاحقة الأفراد. الأفراد موجودين، يجب اكتشافهم، يقودون إلى المنظومة. وفعلا الاعتقالات اللي تمت فيما يخص غسيل الأموال قادت إلى مزيد من أعمال الفساد في مجالات أخرى مختلفة، ليس فقط فيما يخص القمار وغسيل الأموال فقط، وإنما تعلقت بتهريب الأعضاء البشرية، تعلقت بتهريب النفط إلى آخره. فمحاربة الفساد، يعني أنا أتذكر عندما وصلت إلى فرنسا في عام 68 كانت معدلات الفساد أيضا مرتفعة آنذاك، لكن الحكومة الفرنسية خلال فترة طويلة، ليس خلال سنة واحدة، خلال فترة طويلة عملت على تقنين. يعني سابقا مثلا كنا نحن ندفع بالفرنك، جاءت تعليمات بعدنا صعب دفع بالفرنك إلا بحدود مبلغ معين. أنا الاقتصاد العراقي لا زال اقتصاد عملة ورقية. إذا أردنا أن نحارب الفساد علينا أن نطور النظام المصرفي، والإنسان يصبح يتعامل مع المصرف. الآن نوطن الرواتب لكي نضيق على الفساد أكثر فأكثر، ونستطيع فعلا كشف المفسدين وكشف منظومات الفساد. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, pour cet entretien. شكرا جزيلا دولة الرئيس. شكرا جزيلا.